مساء الخير، معكم سي بي ام، مذيعتكم ليلى، مذيعة المحبوبة، 23 سنة، عازبة، قد الصحيات الزوجية وبانتظار ابن الحلال. كيفك استاذ احمد؟ انا كويس الحمد لله، اهلا وسهلا. الحقيقة الجمهور لاني حابب يسمع منا كل شيء باستفاضة مشان نقرب من بعض اكثر. اي حضرتك الجمهور اللي عايز يقرب يعني مش طبعا، لانه الجمهور كثير بحبك، وهو من زمان يعني اصدقائي يعني في مجال كثير عنده، هيك كان واضح انه بس بده يلتقي فيك. الجمهور ها؟ طبعا. اللي عنده 23 سنة. بالضبط. وبيقدس الحياة الزوجية. وأعزب. طبعا. عامل خصاية قاعد قدامي. بدك تحكي لنا عن نفسك باستفاضة شوي؟ استفاضة، أنت حضرتك ما حضر لي عريضة أسئلة بس هحكي لك. لا بس هدول مختارين. دول مختصرين. طيب يا ستي، أنا اسمي أحمد محمد صلاح الدين مد أحمد عبد العزيز أحمد يوسف صلاح الدين السقا، ده الاسم بتصير. الله أكبر. خلاص؟ الله أكبر. انا حضرتك ممثل خريج المعهد العالي للفنون المسرحيه اسمي تمثيل واخراج. حلو كده، حلو كده. بحب الخيل مثلا، بحب هوايتي الشخصيه بقى، بحب الخيل، بحب الكوره، بحب الرمايه، ساعات الغنى، واحيانا بحب مثلا انزل اجري على البحر، بالاضافه ان انا بعشق الجمهور اللي بنا اللي انا قاعد معاه النهارده وبقدرهم. والجمهور اللبناني بيموت فيك. الجمهور اللبناني بيموت فيك. طب انا مش برضه العريضه دي تعباني. الجمهور اللبناني اللي يموت فيا حضرتك. طبعا بس ممكن سؤال يعني على الهامش، متزوج حضرتك؟ نعم. متزوج؟ متزوج بس يعني بعد هاللقاء ما حسيت حضرتك انه يعني تسرعت شوي؟ حقا، انا اخذت قراري في الوقت المناسب الحمد لله. لا يا استاذ احمد، ما بقيت يعني معقول من كل هالجمهور اللبناني ما عجبك حدا يعني 23 سنة عمره واعزب وبيقدس حياته الزوجية. يا ستي كلهم زي القمر وزي الفل، بس حضرتك انا مش ناوي اتجوز تاني، انا الحمد لله سعيد كده يعني. يا اخي مو مشكلة، بنحاول نغير مع الوقت، نتغير يعني مع الوقت. يا ستي انا ما بتغيرش، انا مش عايز اتغير يا زبدة. طيب شو رأيك بس يعني مشان هيك كلمة استاذ هيك عم بتعصلج معي، ما حاببتها. كلمة استاذ عم بتعصلج معك، ما حبيتي خالص. اه والله معلش هيك بس اخذ راحتي شوي يعني معك واقول لك احمد. لا طيب حمادة. لا حمد شو؟ حمد شو؟ انا بقى بقول لحضرتك ايه، انا من فضلك انا جايه يعني ما ينفعش كده، حضرتك داخله في شمال ما ينفعش. عفوا كده. عفوا معنا تليفون؟ تليفون؟ تليفون اه نعم نعم نعم. الو الو مساء الخير. اهلا اهلا وسهلا، معك ميسون زياده من بيروت. يا انا سعيد بتليفوني جدا 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 في وقته. اهلا وسهلا فيك استاذ احمد. ايه يا حبيبتي؟ اهلا وسهلا فيك. يا اهلا بيك يا قمر، ايه الصوت ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه هيدا من ذوقك انت بتاخذ العقل استاذ احمد، ما بعرف شو بدي اقول لك، ما بعرف شو بدي اقول لك، انا كثير بحبك. قولي كيف التمثيل تبعك يا الله. انت عن جد استاذ احمد نجم المفضل. يا الله استاذ احمد ابتساماتك. انا هون لحظنتي لحظنتي استنيتي يا الله، انا هون كرمال عيونك، كرمال عيون الجمهور اللبناني. حياة الله تقبريني. ايه دخيل عيونك وعيونك يعني، عيب يا اختي هذا الحكي على الهوا، حكي بلا طعم، عيب ما بصير. لا ما عيب عليك انت، ما تتركيني اقول اللي بدي اياه. تعال الخط احكي كيف ما بدك. انا بقول لك استاذ احمد، بعدين انت انا عايزك تبقي هاديه كده، ما يبقاش اللي جوه يطلع ثانيه كده، لازم برضه تبقي تقيله شويه. يعني ما انا شايفه كيف عم تحكي، ولا كانه حدا جنبك قاعد عمره 23 سنه، ما طبيعي يا استاذ احمد. خلاص طب اعمل ايه حضرتك عشان اريحك دلوقتي؟ ما هو انت برضه الاسلوب اللي هو قرب، انا مش عايز اقرب ولا كلمه قرب ولا كتقرب دي. طب ليش شايفني ثقيله هالقد؟ انت مش ثقيله، انت زي القمر، انت زي القمر. عن جد؟ ايه؟ طيب سؤال اخير بس استاذ احمد، يعني ايه؟ بالنسبة لفيلمك افريكانو وانت عم بتنط من الشلال بتطير العقل. يا شفتي الفكرة المشهد؟ بتطير العقل بجد. حتى بس سؤالي سؤالي انت وعم بتنط ومعلب بالهواء، شو كنت عم تفكر؟ كنت بفكر يا ترى المايه اللي حنزل ساقعة ولا سخنة ولا ايه حكايتها بالظبط؟ لسه مش مدرك بالظبط. طيب يعني اذا قربت شوي منك ما بتحس انك عم تفكر بشيء ثاني؟ خالص والله ما في اي حاجة في دماغي غير ان انا يعني دلوقتي حالا عايز ارجع مصر. ها ايه رأيك بقى؟ شو الأكلة اللي بتحبها؟ ايه؟ الأكلة ملوخية. بعرف ساوية. طعمية مصري. مو قطعة بوساوية. مسقعة. كل
كله بعرفه، مشان مش حضرتك ممكن اعمل اي شيء. انت مصره بقى، ده انت راميه جبتك. لا 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 يا استاذ احمد، انا كثير لانه معدي فيك وبحبك. من الاسئله دي كلها انا حيران. لا لك الو، معنا تليفون. الو الو، مرحبا، اهلين. انا نسرين، معلش احكي مع احمد. انا تحت امرك حبيبتي. مانو موجود، هلا بعد نص ساعه بنبدا البرنامج. وينه وينه هو ست... وينه مانو موجود ازاي؟ انا موجود، انا موجود. انت مرات ابويا وانا ما في ايه. عفوا، هدي هدي حبيبي، هدي شوي. هدي حبيبي. هو انت يا استاذ المخرج؟ يا استاذ المخرج حضرتك ده مش اسلوب بقى. لو سمحت، لو سمحت حضرتك، لو سمحت، لو سمحت حضرتك، ممكن تختصر مكالمات على الرجال بس لو سمحت. تختصر مكالمات زي كتبت كتابها عليا، تختصر مكالمات علي. اديني فرصه. مشان ادرك يا استاذ احمد، مشان ادرك، لانه كله بيتمنتج هذا على الرأيات. كله بيتمنتج ازاي؟ انا بتكلم مع معجبين والناس اللي بتكلمني بحترمهم وبيحترموني. بيتمنتج ليه حضرتك؟ الو الو، مساء الخير، ممكن اكلم الاستاذ احمد؟ نمطي هذا سرس اللي طالع هالكم يوم بيهد مواليد هذا البرج، مشان هيك بننصحك بالكسار من اكل اللفت وشرب مرقة لفت كمان. برج العجل بتضربها يمين بتجي شمال، بتضربها شمال بتجي يمين. في نحس ببرجك، اسأل برج عنده خبرة بالابراج. في قدامك حلين، يا اما بتغير برجك يا اما بتطلق مرتك. برج انفصام الشخصية، حياتك العائلية بخطر، والحل الوحيد انك تستغني عن الخدامة اللي بالبيت. مفاجأة، تيشيرت عليها صوت الصحة. برج وحيد القرن، دائما مبتسم ومتفائل وضحكتك شبرين ما شاء الله. على شو ما بعرف، ما في شي بضحك. تضبضب شوي شبك. برج الجمبري، رح تاكل بهدلة مرتبة من مرتك، ويمكن تمسح فيك الارض وتشرشحك قدام الجيران. لا اسكت، لا، النسوان ما بينسك لهم بنوم. برج البلحة، زيارة غير متوقعة للسجن، بس لا تخاف لا تخاف، التحقيق معك ما رح تمر اكثر من شهرين، وبراءتك رح تظهر بعد سنتين. برج بيضة الابان، صحوة ضمير مفاجئة رح تصيبك مع أعراض نخوة، إذا استمرت معك الحالة هيك ممكن تخسر كل ثروتك. برج العنكبوت، الفلك بينصحك تخبي قرشك الأبيض ليومك الأسود، لأنه على ما يبدو، ها على ما يبدو، لسه سلسل الحروب الأمريكية ما خلاص. برج السيف والترس، عم تمر مرحلة انعدام توازن، وحساباتك كلها غلط، والهيئة انك فايت بالحيط. هذا كله انك كنت تصدق المحللين العسكريين اللي طلعوا على الفضائيات. برج التيس، في كركبة بحياتك والكل عم يتدخل بشؤونك الخاصة، الفلك بينصح انك تحط خطة طريق جديدة لحياتك. برج الطنجرة، الفلك بيقول في ثروة رح تهبط عليك، هيئتك عارف وين مخبى صدام. برج القرش، هذا برج حبيب قلبي، بحياتك يا ولدي امرأة عيناها سبحان المعبود، فمها مرسوم كالعنقود، ضحكتها أنغام ورود. باي حبيبي، حاكيني، ولما أكون مريضة يا ريت تتصل وتسأل عني، مو تطنشني وتسأل غيري.
لا تنسوا اشتروا كتابي موجود بالمكتبات. اوكي باي. تعبني يا ما نصحتك وجنت لك تفهمني ابعد عن الفن والشوي نحن هويلو وداني طمني وداني وداني يا ويلو لو داني طمني وداني اني ناويلو وداني طمني وداني وداني يا ويلو ابعد عن الطن في ودني يا هابيلو مجانا واحد من شلة الايس تي مع 11 غطاء زجاجة على قد فتح. خذ بالك شلة الايس تي وصلوا جبت الايس تي بام ايتس. اعطيني الحب اعطيني العين.